بون السلام عليكم اخوان، اللي بغى الاستشارات المجانيه ولا بغى يدير شي طلب ديال الفيزا، انتم كتدخلوا الموقع ديالنا jeunesafdo.com لطلب التاشيره والاستشارات المجانيه لاول مره في المغرب. انتم الاستشارات المجانيه، الخوت اللي بغى يدخل يسول مرحبا به، الف مرحبا. انتم 213 ولله الحمد، هما مارس 4 مارس هادشي كاع، راه دخلوا داروا لنا اسئله غنجاوبوا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتم كما كتشوفوا يعني اسئله في سبيل الله مجانيه، طلبات الفيزا الاخوان كاينين هنايا، فوالا طلب تاشيره غتختاروا واش السياحه ولا عندكم اقامه قصيره المدى، لي فيزا سوا ميديكو، فيزا دافير اكسيتيرا، فيزا طويله المدى صحاب الريغروبمون لي زيتود والترافاي كونترا، فيزا روتور، باسبور طالون جو نابير، كاينين هنايا. بون بقاو معنا الى اخر الفيديو. السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناه ومكتب اجو نستافدو لاخذ المواعيد وطلبات الفيزا. دائما في اطار نشر المعلومه نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان يرفعنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان تعود الحياه الى عادتها والمياه الى مجاريها. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو يعني درته يعني بعجاله، بغيت نهضر لكم على هذه الاوضاع اللي كترى حاليا في البلاد او مع دوله من الدول الاوروبيه اللي هي المانيا. في الفيديو طبعا نتحدثوا على يعني حمله اللقاح فين وصلت، وايضا التطور ديال الحاله الوبائيه في البلاد. كما كتشوفوا انا حاليا يعني مسافر وماشي في المكتب ديالي، هذا الشيء علاش ما كنجاوبش بزاف على التساؤلات ديال الناس، الله يقدرنا على الاجابه ديالهم، لان راه كيكونوا الاسئله كثيره. يعني نسال الله يعني يعاوننا على هذا البروجي اللي درناه، لان صراحه كاين فيه عمل شاق هذا لو سيت اللي درناه لطلبيات رغباتكم بيان سور. اذا بقوا معنا الى اخر الفيديو. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات، الحمد لله حمدا كثيرا ونشكر الله بكرة واصيلا. بون اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضروا على دولة المانيا اللي حبس معها المغرب العلاقات الدبلوماسية، وطبعا ان العلاقات الدبلوماسية اثرت من ناحية اخرى ان المغرب ما يعني اثرت ان المانيا الشيء اللي ما كناش باغينه هو حبسات تأشيرات شينغن لهذا البلد المغرب، الشيء اللي ما غاديش يعجب بزاف يعني خصوصا الجالية المغربية اللي كاينة خصوصا دابا في ألمانيا، اللي غتأثر حتى هي بهذا، هما الضحايا ديال هذا الشيء. ولكن راه خصكم تعرفوا بأن راه يعني راه العيب ما جاش من المغرب هو الأول، راه العيب جاء من عندهم هو الأول. كما كتعرفوا ان المانيا يعني في قضايا يعني هذا الشيء كامل هو قضيه الصحراء، هي يعني القضيه من القضايا الاولى للبلاد اللي كتعرفوها، وان راه نايض عليها الصداع بزاف، ويعني راه يعني شنو نقول لكم، راه هي من اهم القضايا الرئيسيه للبلاد هي قضيه الصحراء. حنا ما يهمناش، حنا شوف القناه ديالنا كنهضروا على مواضيع الفيزا والهجره، حنا ما كنهضروش على السياسه ولا نو، مي كنربطوا بعض الاوضاع الحاليه اللي تربطات مع المانيا اللي حبست علينا شينغل، ومادام حبسات الشنغل الا وحنا كقنوات كتحدث على فيزا والهجره واللجوء خصنا نهضروا على هذا الموضوع. المانيا هي شوف البلانات ديالها وشوف لي بلون ديالها، ما بغاتش تجي مع المغرب، ما بغاتش تجي مع المغرب، شوف الارباح اللي عندها مع الاخرين، شوف يعني كل واحد شوف كما يقول لك السياسه حتى واحد ما يقدر يفهمها، عندك السياسه والدبلوماسيه، كل واحد كيشوف الرابحه كيتبع الرابحه، ما كاينش غانيون غانيو، كتبع الرابحه. المانيا بانت لها الربح في البوليزاريو وداك الشيء، ما بغاتش يعني ما بغاتش تجي مع المغرب، الوغ داك الشيء شغلها. مي المغرب ما يمكنش غادي واحد البلد زامطو غادي يبقى يتعامل معاه، وغادي واحد قاجك هنايا صافي، يعني ما يعني بحال كيقول لك حبس معايا، يعني هو كيقولها لك بطريقه اندير كيقول لك حبس معايا، المغرب راسي نورمال راه ما يحاول صافي، راه هذاك الشيء لان كل واحد كيدافع على القضايا ديالو. اذا هذا شيء عادي، المغرب حبس معاهم العلاقات الدبلوماسيه، ولكن بما ان السفاره سلطه اكبر من القنصليه، لان القنصليه هي غير سيرفيس كونسيلار ديال لي فيزا تابع للسفاره، الوغ اي سون يعني سسبوندي لي فيزا شينغل دابا لحد الان، ولا الله يسر الله يسر، انا ما نظنش يحبسوا لي فيزا كونجوان ولي فيزا غوتور لي جروب فاميلي، ولكن راه الله يسر ما عرفناش، لان داك الشيء راه ما يمكنش، راه كاين
كاين المانيين عايشين هنا، كاين عائلات المانيه جاليه، رجاليه مغربيه كبيره في المانيا، ما يمكنش يحبسوا هذا الشيء. بون هذا هو السبب اللي علاش تحبس هذا الشيء الجديد اللي كان. نتمنى يعني هذا الشيء ما يطولش، مي المانيا بغيتي تدخل راه البوابه، تشوف بوابه اوروبا اللي كنقولها ونعاودها هي اسبانيا، اسهل الدول للفيزا شينغل اللي كاينه حاليا او يعني ان شاء الله اللي غتكون. يعني راه شوف اسبانيا راه الناس واكله وشاربه معها الحمد لله، وتيم اسهل الدول يعني ماشي كيعكسوا مره مره، مي راه جينيرالمون راه بارابور البلجيكا وبارابور المانيا وغيرها من الدول الاوروبيه، راه اسبانيا كتكون شويه سهله في الفيزا. هذا الشيء راه عن تجربه مع ناس. اذا الناس اللي باغا شينغل، شوف الاخوان راه كاين دول في الاسباس شينغل اللي يمكن لكم تدخلوا لهم بهذيك الفيزا ديال اسبانيا، اللي عطاوك فيزا اسبانيا شينغل راه تدخل المانيا، تدخل هولندا، تدخل بلجيكا، تدخل جميع الدول يعني اللي داخله في الاسباس شينغل. هذا من جهة، من جهة أخرى الإخوة الأخوات، البلاد يعني مدات حالة الطوارئ إلى 10 أبريل، يعني ولكن راه الشيء المفرح أن المغرب راه ما شاء الله وصل 4 مليون، ما شاء الله 4 مليون بيرسون يعني اللي داروا الفاكسان، شي حاجة مزيانة فريمون الإخوة. راه والله العظيم إلا أنا زعما يعني كان 4 مليون الحمد لله، يعني راه منا لشهر افريل ولا منا لو موا 5 راه غنكونوا وصلنا 10 ولا 15، يعني منا للصفر راه غنكونوا سالينا مع كورونا حنايا ان شاء الله. منا شهر 8 ولا شهر 9 ولا شهر 7 كاع غتكون في واحد 70% ديال المغاربه تلقحوا، لان الوتيره غادا وكتزاد، يعني حتى لي زانفيرمي اكسيتيرا كيولفوا مع داك الشيء كيتادابطاو، حتى لو سيستيم كيولي متادابطي. إذا نتمنى، وهذا راه خبر مفرح الإخوان، نتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا الله هذا الوباء الذي صراحة يعني أرهبنا وأرهب العالم معه بأسره. نتمنى يا رب العالمين ترجع يعني السياحة إلى يعني جميع يعني جميع الحياة تعود إلى عادتها، لأن أنا الناس عيات بسيشيكمو، عيات فيزيكمو، عيات كل شيء. يعني هذا راه 4 مليون والله إلا راه الناس راه ضربوا البلاد الثانية ديال اللقاح، كتكون وحدة والثانية كتكون أولى، راه داروا الناس الثانية راه الحمد لله راه كيخرجوا دابا بلا كمامة. يعني نتمنى من الله هذه السلالة الجديدة اللي كيهضروا عليها ما تزيدش تنتشر. بون الاخوان الاخوات، غير فيما يخص واحد المعلومه بغيت نقولها لكم على اسبانيا، راه ستريكتومون دابا حدات شوف راه اللي ما عندوش فيزا ديال عام راه صافي خرجت، قالت نيشان في الموقع الرسمي ديالها ديال بروكن بيلس ديال سبانيش فيزا ديال الملحقه للشركه اللي كتكلف بالمواعيد، راه قال لك الا ما كانش عندك عام وما كنتيش تابع الرباط راه فو نافي با لو دغوا باش ديبوزي لو دوسي ديالك، يعني في او نيفو ديال البيلس. هاد الشيء يعني ما فهمناش حنايا هاد الشيء، والله ما فهمنا دابا حنا اسبانيا واش باغا تدخل فلوس ولا يعني ما عرفناش علاش كيحلوا هاد المواعيد وعلاش كيسدوهم وعلاش كيديروا هاد الشيء، يعني وعلاش بالضبط غير الرباط، علاش ما يديروش كازا، علاش ما يديروش طنجة، على بزاف هاد الأسئلة كيسولوني المشاهدين. أنا كنقول الرباط، لأن الرباط هي العاصمة، والرباط هي يعني كما يقول لك مسقط الرأس ديال القنصليات عامة في المغرب. ولكن هذا ماشي عدل بالنسبة لي أنا، منظور ديال جوستاف دو ليس عدل أن تفتح يعني المواعيد في الرباط فقط. علاش الناس ديال طنجة مالهم، الناس ديال أكادير مالهم، الناس ديال كازا مالهم، الناس ديال الناظور مالهم؟ يعني راه خص يحلوا شويه هنا ويحلوا شويه، واخا ديجا عندك فيزا. بون نتمنى الاخوه والاخوات تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، سمحوا لي طولت عليكم، ما هدرت لكم على موضوع المانيا وحبسات لي فيزا شينغل. موضوع الثاني الحمد لله المغرب وصل 4 مليون او اكثر ديال الناس اللي دارت اللقاح، تمديد حاله الطوارئ في المغرب الى 10 ابريل، واسبانيا يعني اخبار صارمه اللي ما عندوش فيزا اكثر بعام ما يقدرش يدفع في الرباط، يعني بريباراسيون السياحه الصيف الجاي، هادشي اللي كيقولوه هما والله اعلم. نتمنى تكونوا عجبكم هذا الفيديو، وبارطاج الاخوان واللايكات، عطونا اللايكات ديالكم، لايك الاخوان والحباب، واللي مازال ما دارش لايك عطينا لايك الحباب، وعطونا التعليق ديالكم البناءه والزوينه اللي كتشجعنا. وصراحه تادوك اللي ما كيشجعوناش وهذوك اللي كيقول لك تلاقيتوها هادي وهادي، اشوف اصاحبي عارف كتشوف فيها
وعارفك انت معايا في الدومين وقديم انت يا عارفك، ولكن رزق الله صاحبي. انا ما غادي نعايرك ما والو، ولكن صاحبي حاول توعى. شوف راه الارزاق بيد الله، واش دابا كيتسحب لك؟ انا دابا درت اليوتيوب غادي ندير لك الكليان. راه ربي مفرق الرزق صاحبي. واش عارف هذا العبد شنو داز عليه باش حتى كتجي؟ واش عارف هذا العبد كيفاش كريا لا كارير ديالو؟ شنو داز عليه باش صحابك غاتجينا ودرنا قناه، غاتجينا ودرنا سيت ويب، غاتجينا؟ شوف اسيدي، شوف راه كلشي ديال الله من الاخر. واش شتيني درت سيت agentstaff.com؟ وخويا انت 60 عام وانت في الدومين، علاش ما فكرتيش تجلس مع راسك وتقول علاش ما فاسيليتيش انا على بنادم الفيزا؟ انا هذا الشيء جاني في البال، جالس مع راسي لقيت بنادم مسكين معذب في الفيزا، نط قلت مع راسي علاش اخويا ما نديرلوش واحد لو سيت ويب اللي غادي يسهل عليه الدوموند ديال الفيزا، غادي يجلس في داره. انت في دارك غادي الدار طالب تاشيره، غادي تعمر المعلومات ديالك، تسكاني حنا نتصلوا بك، نتصوروا معاك، ناخذوا لك موعد، نقدوا لك ميل فعاد تخلصنا. ونصيفطوا لك كلشي بار واتساب، تمشي تامبريميه ونقدوا لك التستيفه ديال الدوسي وتمشي تدفع تو سامبلو ما في دار. ما تحسدنيش عليها وتغير بيا صاحبي، مجهود ديالي يا صاحبي، راه ولد الشعب انا يا صاحبي، ولد الشعب صاحبي انا، الشعب للشعب صاحبي. راه ماشي صاحبي، راه شوف راك شوف غير السيد، راه ما درناش شي سبونسوريزاسيون ولا غادي نخليه كيما راه. طلعوا بغا يطلعوا الشعب يطلعوا، ما بغاش يطلعوا ما يطلعوش، راه كلشي ديال الله صاحبي. بدا تابعني انايا، راه مرضك انايا صاحبي، بقاش تابعني انايا، غادي تبقى تابع انا. راه شتي انت بحالك، راه المهم راه سمحوا لي خرجتكم على الموضوع، ولكن الاخوان راه كاين شي وحدين راه لا اله الا الله محمد رسول الله مازال ما كيسحب لهم، حنا راه غنطيحوا، راه ما غيطيحنا والو، حنا الا الله، حنا كنخافوا الله ما كنخافوش العبد. بون كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوناش لايكات ديالكم، وعطونا بارطاج هذا الفيديو الى عجبكم المحتوى، وتابعونا على الموقع ديال agentstaff.com اللي غتلقاو فيه استشارات مجانيه. كان معكم agentstaff دو لا فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.